بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا الأعزاء، يسعدنا نتكلم النهاردة عن Histology of Bones. نتكلم على شوية مواضيع بسيطة: Bone Cells أنواعها، والBone Types الCancerous والCompact Bones. هنتكلم على السيرفيسز بتاعت البون، هنتكلم على الأوسيفيكيشن والGrowth بتاع البونز والفاكتورز اللي بتأثر عليها. هي البونز عبارة عن إيه؟ كلنا نعرف البون عبارة عن specialized hard type of connective tissue. فاكرين التصنيف بتاع الconnective tissue؟ مش عايزين ننسى إن البون يعتبر أحد أنواع special types of connective tissue. التوأم بتاعه اللي هو الكارتليج، والاتنين مع بعض بيعملوا السكيلتون. طبعاً أهميته في حاجات كتيرة زي السبورت، زي البروتكشن، هوميوستاتيك ريجوليشن للبلاد كالسيوم، بينظم البلاد كالسيوم، بيساعدنا على تكوين البلاد سيلز، وبيعمل ماسل اتاتشمنت عشان السكيلتون. السيلز اللي عندنا في أنواع ثلاثة رئيسية غير الستيم سيلز بتاعته اللي هي الاوستيوبروجينيتور سيلز. معانا في الاوستيوسايتس، معانا الاوستيوبلاست. البلاست يعني الخلية اللي بتبني البون، اللي هي أخت الكوندروبلاست. فاكرين الكوندروبلاست في الكارتليج؟ دي أختها بقى اللي هي بتاعت البون، اسمها اوستيوبلاست. هنا عندنا خلية جديدة اسمها الاوستيوكلاست. الكلاست دي اللي بتعمل بتدوب الماتريكس بتاعت البون، بتدوبه مش بهدف الهدم بقدر ما هو لعمليات الريمودلينج. الريمودلينج هنتكلم عليه بعد شوية، ما تقلقش. عندي كمان الاكسترا سيلولار ماتريكس، وده بيبقى مينرالايزد، غني بالكالسيوم فوسفيت، ده أساسي فيه، بيبقى على شكل كريستالات اسمها هيدروكسي أبتايت كريستالز. طيب البون ماتريكس بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى اساسا عبارة عن تايب 1 كولاجين مع بروتيوغلايكانز مع جلايكوبروتينز زي الكونكتيف تيشو عادي، مع الاساسي فيه بقى اللي هي الهيدروكسي أبتايت كريستالز. خلي بالي ان الهيدروكسي أبتايت دوت مع الكالس مع الكولاجين هو ده السبب في الهاردنس بتاع البون، خاصية مهمة جدا. طيب السيلز اللي عندنا اسمها ايه؟ عندي خلية الرئيسية اسمها الأوستيوسايت، والخلية اللي قبلها اسمها الأوستيوبلاست. قبلها ليه؟ لأن الأوستيوبلاست هي اللي بتدي بعد كده أوستيوسايت. اللي قبلهم بقى اللي هي الأوستيوجينيك سيلز، واللي قبلهم واللي جنبهم بقى عفوا اللي هي الأوستيوكلاست. يعني إيه؟ الكلاست دي قلت لك دي اللي بتبوش الماتريكس بتاع البون، والاوستيوجينيك سيل دي تعتبر ايه مكتوب تحتها؟ ستيم سيل، يعني خليه بدائيه هي اللي بتدينا الاذر سيلز. والبلاست بتطلع من الستيم سيلز، والاوستيوبلاست بعد كده لما بتقدم او بتتحط بتخش تقدم شويه في الماتريكس بتتحول الى اوستيوسايت، ودي بتبقى الخليه الرئيسيه بتاعت البون. طيب واحدة واحدة نتكلم عن osteoprogenitor cells. دي عبارة عن mesenchymal stem cells found فين مكانها؟ تبقى في البريوستيوم. مين البريوستيوم ده؟ البريوستيوم هو أخو البريكوندريوم. فاكر في لما بكلمك على الكارتليج قلتلك البريكوندريوم ده القشرة اللي برة الكارتليج، هنا دي القشرة اللي برة البون، تمام، الغلاف بتاع البون. وكمان في أنابيب رفيعة جوه البون اسمها الهافيرشن كانالز، بتبقى اللايننج بتاعها أحيانا بتظهر عليها أوستيوبروجينيتور سيلز. كذلك السيلز دي قلت لك من شوية إنها بتتحول إلى أوستيوبلاست، وبتطلع لي البون ماتريكس، وليها دور رئيسي في الجروث والريبير طبعا. طيب الأوستيوبلاست خلية رقم 2 اللي بتطلع من الأوستيوبروجينيتور سيلز، ودي مسؤولة عن البون كالسيفيكيشن. خلية شكلها كيوبويدال أو بوليجونال إن شيب، وموجودة في الإندوستيوم ولايننج الهافيرشن كانال. طيب بتسينثسايز الماتريكس، وممكن بعد ما بوقت من الأوقات تتحول إلى أوستيوسايت.
بتطلع لي الاوستيويد اللي هو نيولي ميد انكالسيفايد ماتريكس، الخامه لسه بتاعت الماتريكس بتاع البون، ودي بتبقى عاده موجوده على السيرفيسز اوف ذا بون، وقلت لك كمان موجوده في الاندوستيوم، ما هو ده يعتبر سيرفيس برضو، والهافيرشن كانال. طيب شكل الاوستيوبلاست، الخليه البوليجونال بالسيتوبلازم بتاعها البيزوفيليك شويه، خليه اللي بتبقى بتقوم ببناء البون في الاول على طول. بعد ما شويه نتكلم بقى لما بتقدم الاوستيوبلاست قلنا بتتحول لاوستيوسايت، وده هي عباره عن ايه؟ عباره عن سمول، خليه صغيره شويه وبتبقى فلاتنت، ودايما ليها شكل مميز قوي التفريعات اللي خارجه منها، وقبل التفريعات دي بلاقي فيه فراغ حواليها كده، او بيبدو ان هو فراغ اللي هو اسمه اللاكيونا او اللاكوني. لاكوني اللي هي الفراغ اللي حواليها ده، وده بيبقى عباره عن مكان بيبقى فيه بعض الفلويد اللي بيغذي السيلز ديت. اخلي بالي ان بيطلع من اللاكوني ده هي تفريعات رفيعه اسمها الكاناليكيولاي. الكاناليكيولاي ده هي بتدينا اتصال ما بين السيلز وبعضها، بتعمل كوميونيتي للسيلز ده، السيلز ده هي تقوم تتعامل مع بعضها. التعامل مع بعضها دوت بيبقى بيدي اتصال وقوه وشغل متناسق للبول. الفلويد بيفاسيليتيت الديفيوجن الميتابولايتس ما بين الاوستيوسايتس والبلاد فيسلز كذلك. لكن بقيه الماتريكس بتاع البون بيبقى هارد وناشف زي ما احنا عارفين. الخليه اللي بعد كده اللي هي الاوستيوسايت، او اللي احنا بنقول عليها برضو لسه ستيل في كلامنا عن الاوستيوسايت، قلت لك شكل الكاناليكيولاي وشكل اللاكوني اللي هي الفراغات دي، هنا مش باينه شويه لكن في الشكل اللي فات شفناها، بيبقى بتمنتين الماتريكس الكالسيوم الغني بالكالسيوم. خلي بالي ان السيلز دي بتكوميونيكيت مع بعضها بجاب جانكشنز، فاكرين الجاب جانكشنز اللي هي الكونكشنز او الكونكشنز اللي البروتينات اللي بتفتح مع بعضها شانلز ما بين السيلز وبعضها. خلي بالي ان الاوستيوسايت دي خليه مهمه جدا لبقاء البون ولاستمرارها في القوه وانتظام الماتريكس بتاعها بالصلابه الكافيه بتاعته. الاوستيوسايت بتشتغل كمان، دي خليه تعتبر سمارت سيل، بتشتغل كميكانو ريسبتور، مش مجرد قالب طوب او حاجه محطوطه، لا دي بتحس بال ضغط حواليها وبالديستنشن من مكان الى اخر، والفورس اللي حواليها الميكانيكال ستريسز اللي عليها هي بتستجيب لها بالبناء او التغيير، بحيث بتغير تركيب العظم على حسب اللود المحطوط عليه او التغيرات الفيزيكال اللي بتاثر عليه بعد كده. شكل الاوستيوسايت، بص معايا التفريعات ده اللي طالعه اللي هي الكاناليكيولاي، والاحظ ان في اتصالات بينهم السيلز والكاناليكيولاي دي، ماده ومفرعه على جنب على بعضهم، وبتدي اتصال ما بين السيلز وبعضها، وبتوزع النورشمنت ما بين السيلز وبعض. كلها ماده مع في النص هنا تلاقي دي القناه في النص هنا، هنتكلم عليها بعد شويه في الكومباكت بون. اللي هنا دي اللي هي مين؟ دي هي دي الاوستيوسايت، ودي اللاكونه بتاعتها اللي قاعده فيها التجويف اللي بيبقى محوط حواليها، وطالع منه البروسيسز والسيتوبلازميك اكستنشنز اللي مميزه جدا وشكل يعني خاصة قوي بالاوستيوسايتس. الاوستيوكلاست هي اخر خلية هنتكلم عليها في البون، تلاحظ انها خلية كبيرة وفيها مالتيبل نيوكلياي، مالتي نيوكلييتد، وليها سطح بيسموه الرافلد بوردر اللي هو المشرشر ده. بلاقيها قاعدة في تجويف جوه الاندوستيوم بيسموه الهاوشيبس لاكيني او لاكوني.
هنا السيتوبلازم ما تنساش انه بيبقى اسيدوفيليك وخليه كبيره وغنيه باللايسوسومز والميتوكوندريا. ما تنساش برضو ان الخليه دي اصلا جايه من المونوسايتس، هي اساسا belong to the mononuclear phagocytic system، اصلا كانت مونوسايت واستقرت في البول. الخليه دي بتتاثر بالثايرويد والباراثايرويد هرمونز عن طريق في حاجه اسمها الاوستيوكلاست ستيمولييتنج فاكتور، اللي بينشطه اللي هي الباراثايرويد هرمون، بتنشط الاوستيوكلاست تقوم تدوب الماتريكس بتاع البون وترفع البلاد كالسيوم. اللي بيعمل العكس هو الكالسيتونين، الكالسيتونين اللي بيطلع من الثايرويد هرمون علشان يعمل انهبت للاوستيوكلاست وبالتالي يرفع او يزود الكوندنسيشن او تركيز الكالسيوم في البون، وبالتالي بيريزيست الاوستيوبوروزيس، وده السبب اللي بنديه عشانه بنستعمل الكالسيتونين لعلاج الاوستيوبوروزيس او هشاشه العظام. الفانكشنز طبعا بتاعه الاوستيوكلاست ليها دور مهم في اللايسوسومز اللي بتطلع منها، بتبوش لنا الماتريكس بتاع العظم وبتشتغل كفاجوسيتيك سيل وبتعمل ريموديلنج. يعني ايه ريموديلنج؟ لما بتشوف اي حد بيعمل تمثال بياخد كميه من العجينه او الماده اللي بيعمل بيها التمثال وبيرسم شكل، بعد شويه بيبتدي يشكل منظر التمثال، بيشيل منه حتت ويضيف حتت. ازاله القطع الزايده من البون دي مسؤوليه الاوستيوكلاست، وإضافة قطع جديدة دي مسؤولية الأوستيوبلاست، فالبلاست بتبني والكلاست بتهد، وفي الآخر بيبقى النتيجة إن العظمة بتاخد الشكل بتاعها اللي إحنا بنشوفه النورمال. ده شكل الأوستيوكلاست أهي، وبتبقى قاعدة فين؟ في الهاوشيبس لاكونة اللي هي الحتة التجويف ده، والناحية دي هي بتاعة البون مارو. طيب البون اللونج بونز فيها فيتشرز اشكال حتت معينه، دي الحته اللي فوق بنسميها الابيفيسز، والشافت الكبير ده بنسميه الديافيسز، اما الميتافيسز فالحته اللي بين الاثنين، تمام، دي بنسميها، واللي جوه التجويف اللي في الداخل ده بتاع المدلري كافيتي اللي هو فيه البون مارو. طيب تعالى لانواع البونز، ايه هي الانواع اللي عندنا في البونز؟ عندنا نوعين ما فيش غيرهم، نوع بنسميه الكانسلس او السبونجي بون، وسبونجي من سفنج لكن هي مش طريه زي السفنج، هي بتبقى بون وهارد، مفيش عظمه بتبقى سوفت زي السفنجه، لكن بنقول عليها سبونجي لان فيها تجويفات كتيره وغير منتظمه زي قطعه السفنج، لكن الكونسيستنسي بتاعها ستيل هارد وتعتبر بون طبعا، مش حاجه طريه للدرجه، لكن الشكل بس بنقول على التجويفات اللي فيها مشابهة لتجاويف الاسبونج. أما الكومباكت بون فما فيهاش الشكل بتاع الاسبونج ده، وليها منظر تاني هنقوله بعد شوية، وبيسموها دنس أو كورتيكال بون برضو. الكومباكت بون النوع التاني اللي قلنا عليه دي بيسموها لاميلر أو كورتيكال بون، وليها سوليد ستراكشر وموجودة في الشافت أوف لونج بونز. طيب ايه هي اللي بيميزها؟ بيميزها وجود سنترال كانال اللي بنسميها الهافيرشيان كانال، وحوالين الهافيرشيان كانال ده تلاقي حلقات متصلة من الاوستيوسايت، الخلية المميزة قوي اللي لسه شرحينها وشايفين شكلها بالامتدادات والكاناليكيولاي الرفيعة دي متدة، شوف الامتدادات قد ايه كتيرة بينها وبين بعضها، عاملة فورمينج لاميلي، وده الشكل المميز بتاع الكومباكت بون اللي بنسميه الهافيرشيان سيستم. هافيرشيان سيستم من هافيرشيان كانال في النص، وهذه القناة هنشوفها دلوقتي بتحمل جواها، مش فاضية، بتبقى جواها البلد كابيلاريز أو الفيسلز، الأرتري أو الأرتيريولز والبنيولز، وجواها ممكن نيرفز، بتعمل حواليها اللي قلنا اسمها إيه؟ اللاميلي، اللي هي الانترستيشال لاميلي. خلي بالي ان في الرسمه 3D اللي قدامي دي بتبين لي شكل الاندوستيوم، تجويف الداخلي،
والقشره البرانيه بتاع اللي بنسميها البيري اوستيوم. ده اسمه الاندوستيوم وده اسمه البيري اوستيوم. البيري اوستيوم هو اخو البيري كوندريوم لو تفتكروا. في الغضروف كنا بنسميه بيري كوندريوم. هنا بنسميه بيري اوستيوم بتاع البون بقى. ما هي اوستيوم واوستيوسايت والكلام ده يخص الايه؟ البون. الاسماء قريبه من بعضها لكن بنغيرها على حسب التشو يعني فيها تشابه شويه. لكن اللي عايز اقول لك عليه ان البون فيه اندوستيوم لكن الغضروف ما فيهوش اندو كوندريوم مالوش. الاندوستيوم في البون بس انما ما فيش زيه في الكارتليج. طيب بص معايا على الشكل المنظر ده بالاتش اند اي العظمه الكومباكت شكل الهافيرشيان سيستم واللي بنسميه برضو احيانا يطلقوا عليه كلمه اوستيون. الاوستيون هي الوحده بتاعه الهافيرشيان سيستم. بتلاقي الهافيرشيان كانال في النص ومتفرع منها او حواليها اللي هي الاوستيوسايتس عامله سيركلز كده. طيب الناحية الثانية برضو الهافيرشيان سيستم بالشكل المميز للكوندرو سايتس اللي عفوا للأوستيو سايتس الرينجز اللي حواليها. هنا عايز أقول لك على اللي هي الهافيرشيان كانالز في السنتر زي ما انت شايف وعاملة الهافيرشيان الأوستيونز بيسموها الأوستيونز أو الهافيرشيان سيستمز لاميلي حواليها بعضها. وبرضو دي اسمها يبقى احنا قلنا دي اسمها ايه اللي بالطول اللي هي هافيرشيان كانال. خلي بالك اللي جايه بالعرض دي اسمها ايه اللي هي بتوصل ما بين اتنين هافيرشيان كانال بالعرض دي بنسميها الفولكمان كانالز اهي. ده اسمه ايه؟ فولكمان كانالز. ودي بتبقى قنوات بالعرض بتوصل بتدي اتصال بالافقي ما بين الكانالز وبعض. دي منظر الهافيرشيان كانال كدياجرام. تلاقي جواها طبعا البلاد فيسلز زائد الانرفيشن برضو واصل ممكن يوصل يمشي فيها. وحواليها طبعا دي الاوستيوسايتس شوف ازاي ماده ومتصله ببعضها وعامله جاب جانكشنز. النوع الثاني من البون اللي بنسميه السبونجي بون او الكانسلس بون وده بيبقى زي السفنجه في قلت لك في الشكل انما مش في الكونسيستنسي. وده بيبقى على شكل ايه؟ شكل غير منتظم ما فيهوش هافيرشيان كانالز ولا هافيرشيان سيستم. بيبقى شكل ملخبط وعامل زي السفنجه كده مليان تجاويف وامتدادات ونتوءات غير منتظمه. الشكل ده بيبقى موجود في العظم بتاع السكال والاسترنم والبلفس والفلات بونز بصفه عامه. طيب تعال بص معايا الشكل اهو. ده الشكل السبيكيولز والبرانشنج الريجولار شيبس بتاعت البارز بتاعته. بتلاقي اديني شكل احسن برضو. تعال بص معايا نبص على منظر تاني احسن اهو. ده الشكل ده افضل. دي الريجولار كافيتيز والمنظر بتاع البرانشنج والانستموزنج والريجولاريتي والسبيكيولز بتاعت الكانسلس بون لان هي طريقة تكوينها بتبقى معمولة من كذا اوسيفيكيشن سنتر وبيكبروا كلهم مع بعض وبعدين يلحموا بطريقة غير منتظمة فبيدوا شكل غريب غير منتظم برضه. المنظر ده بتلاقي التجاويف اللي في النص دي هي البون مارو سيلز اللي بتكون البون بعد كده اللي بتكون بلاد سيلز. اللايننج الداخلي ده يعتبر هو الاندوستيوم اللي هو اللي بنقول عليه جوه ده. هذا الاندوستيوم بيبقى لايند بالاوستيوبلاست اللي هي البلاستات الاوستيوبلاست. نتكلم بقى هنا بعد كده على السيرفيسز الاسطح بتاعت البون اللي هو السطح الخارجي قلنا البيري اوستيوم دي القشره البرانيه ومشابهه برضو في التركيب لبتاعت الكارتليج. فاكرين في الكارتليج قلت لك القشره البرانيه من البيري اوستيا من البيري كوندريام كانت اوتر فايبرس والجوانيه كانت سيلولار.
هنا نفس السيستم برضو مشابه لي. القشرة البرانية من البيري أوستيوم تعتبر فايبرس، والطبقة الداخلية بتبقى سيليولار. سيليولار غنية بإيه؟ بيبقى فيها أوستيو بروجينيتور سيلز اللي هي الستيم سيلز بتاعت البون. كمان غني بالكولاجين فايبرز اللي بتدي اتاتشمنت. خلي بالك ان ده عظم بيدي اتاتشمنت للمصل، فعشان المصل تمسك بقوة في العظم وتدي متانة في التركيب، في فايبرز خاصة اسمها شاربيس فايبر، دي بتساعد على الاتاتشمنت اوف مصل في البيري اوستيوم بقوة شديدة. طيب السيرفس التاني اللي عايزين نتكلم عليه اللي هو الارتيكولار سيرفس. Articular يعني الحتة بتاعت الايه المفصل. لما تبص على اي مفصل زي مثلا زي الني جوينت هتلاقي عظمة الفيمر كده والحتة بتاعت التيبيم قبلها من فوق وعاملين جوينت كده مثلا. الحتة اللي ماسكة ما بين المفصل هنا هتلاقي اللايننج اللي على الحتة دي متغطي بكارتليج، ومن ناحية دي برضو متغطي بكارتليج. هذا الكارتليج عادة بيكون هايلاين كارتليج، النوع الهايلاين، والنوع ده من الكارتليج ما بيبقالوش بيريكوندريوم، has no بيريكوندريوم، ما تنساش دي في الحتة بتاعت الارتيكولار سيرفيس. طيب ده السطح بتاع البون اللي ناحية المفصل. طب الناحية الجوانية بقى اللي هي بتبقى inside على البون مارو كافيتي دي بتبقى متغطية ازاي؟ الانر لايننج بتاعها ده بيبقى في الكومباكت بون، والسبونجي بيبقى مقابل البون مارو كافيتي، وعادة بيبقى متبطن او لايند بالاوستيو بلاست سيلز، تبقى مغطياه وظهر عليه. تعال بص على الحتة بتاعت البيري اوستيوم، حتة سبيشال قوي. الطبقة البرانية قلت لك بتبقى فايبرس اهي مليانة بالفايبرز، بينما الطبقة الجوانية اللي هي بيسموها اوستيوجينيك او السيليولار لاير، فدي بتبقى غنية بالسيلز اللي هي الاوستيوبروجينيتور سيلز او بي. وتحت بقى بتشوف الكومباكت بون، بتشوف من تحت بتشوف ايه الكومباكت بون. الكومباكت بون بتبقى الهافيرشن كانالز باينه وحواليها اللاميلي. طيب المدلري كافيتي بتاع البون ده اللي هو التجويف اللي بيحتوي على البون مارو، والبون مارو ما تنساش ان عندي تو تايبس اوف بون مارو. البون مارو اذا كان اكتف وبيدينا ريد بلاد سيلز او بيكون خلايا الدم بنسميه ريد مارو. اذا كان بيعمل إذا كان في resting stage أو مش active فبيبقى غني أو بيغلب عليه الفات سيلز فبيدينا أو بتلاقي لونه أصفر فبيسموه اليلو بون مارو أو الانactive مارو. تمام؟ يبقى البون مارو عادة لو هو active يبقى بيسموه red، لو inactive بيسموه يلو لأن بيغلب عليه الفات سيلز. وهو عموما بيبقى فيه developing blood cells لو كان active، بالإضافة إلى stroma أو connective tissue من reticular fibers and cells، والblood sinusoids برضو بتبقى موجودة في وضوح. الشق الثاني من موضوع درسنا النهاردة اللي هي البون histogenesis، تكوين البون. إزاي يا أستاذي بيتكون البون؟ تكوين البون مش حاجة صعبة قوي، أنا ما بحبش أحفظ ولا عايزك أنت تحفظ. تعال معايا نتعلم ببساطة شديدة ازاي البون بيتكون. في طريقة من اتنين، نظام ليه نظام من اتنين، يا اما بيتكون عن طريق حاجة اسمها intramembranous ossification. يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه ممبرين من الميزنكايمال سيلز من جوه حاجة في الميزوديرم، بيطلع تيشو مركز للأوسيفيكيشن، بيبتدي يكون فيه osteoprogenitor cells اللي بتطلع من mesenchymal cells. يعني ايه mesenchymal cells؟ تدينا osteoprogenitor cells وبعدها تدينا osteoblast اللي هي البلاستات، والبلاست تبتدي ترمي الايه
ماتريكس وبعدين تعمل سنتر عظمة مجرد حاجة بدائية. ده نظام. النظام الثاني ان يبقى فيه حتة غضروف، لازم بيعتمد على وجود غضروف، عشان كده سموه اندوكوندرال، يعني جوه الغضروف، مركز جوه الغضروف للأوسيفيكيشن أو اندوكوندرال أوسيفيكيشن، وده بيعتمد على وجود كارتليج تيمبلت أو كارتليج بريكيرسور، وده لنظام تاني مختلف هنشوف الاثنين مع بعض. الانترا ميمبرينس أنا عايزك اقرأ دي على مهلك، أي واضحة قدامك كده، أنا عايز أقفز على طول وأشوف الرسمة قدامي، أشرح لك على الرسم أحسن. تعال بص معايا هنا، ده نظام الانترا ميمبرينس، بتظهر شوية سيلز هنا وبتطلع من الميزنكايم وبتكون أوسيفيكيشن سنتر. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أوستيوبروجينيتور سيلز بتبتدي تكون أوستيوبلاست، والأوستيوبلاست بتبتدي تجمع تترسب كالسيوم حواليها وتعمل مركز يبتدي يتحول إلى تجمع فيه الأوستيوبلاست كتير، ميزنكايمال سيلز، وبعدين تعمل ترمي كمان كولاجين فايبرز. ده بيبتدي يعمل مركز للأوستيفيكيشن ويبتدي يبقى فيه عندي الماتريكس أو الأوستيويد اللي هو الخام، اللي هو خامة الماتريكس بتاع البون اللي لسه ما نضجش لسه within الفايبرس ميمبرين. الأوستيوبلاست هنا بتبتدي بتبيجن تو سيكريت الأوستيويد which is mineralized within، بيحصل له mineralization، يبتدي ينزل عليه الكالسيوم في خلال أيام. طيب بعد الخطوة الثالثة بقى ايه اللي بيحصل في الانترا ميمبرينس؟ تبص تلاقي دي خطوة تكوين الووفن بون. الووفن بون تبص تلاقي ابتدى الكالسيوم ابتدى يلحم مع بعضه ويعمل ترابيكولي وتبتدي تشبط في بعضها زي الشكل اللي هو بتاع اللي تاخد الشكل الاسبونجي اللي قلنا عليه في الاول. بعد كده يبتدي يحصل ايه؟ يتكون من الجنبين هنا، يعمل حاجة اسمها الكولر من الجنب اهو. شوف من هنا ده الفايبرس بيريوستيوم وده فايبرس بيريوستيوم من بره، يبتدي يكون بيريوستيوم ويعمل حاجة اسمها بون كولر اوف كومباكت بون بيفورم اند الكولر من الجنبين، تمام. وبعدين بيعمل لي حاجة اسمها بيعمل لنا ايه الشكل بتاع الاسبونجي بون، يبتدي يكون بعد الكولر يعمل لي بيريوستيوم، والبيريوستيوم يبتدي ياخد الشكل اللي احنا وصفناه من شوية. طيب تعال بص معايا على الاندوكوندرال اوسيفيكيشن بقى اللي هو النظام التاني. هنا بيحصل بطريقة من اتنين، في primary ossification وفي secondary ossification. يعني الاندوكوندرال اللي هو بتاع الغضروف ده في نوعين من الاندوكوندرال، يا اما يكون بنظام primary يا اما يكون نظام secondary. primary ossification يحصل في اول العظم بتاع الفيتس، اول ما بيبتدي الفيتس يتكون يبتدي الغضروف يبتدي يعمل عظمة في الأول، وده بيطلع من primary ossification center، تمام. بعد كده لما العظمة دي بتكبر ويبقى طفل وبيبتدي الطفل يكبر، بيبتدي حتة غضروف من طرفين العظمة تبتدي تبقى هي موجودة ويبتدي يعمل عليها secondary ossification center. انتش فاهم؟ تعال أقولها لك على الشكل أحسن. بص يا سيدي، الاندوكوندرال اوسيفيكيشن بقى ده الحته الاولانيه اللي هي البرايمري اوسيفيكيشن سنتر، اهي ده عظمه فيتس بتاع طفل لسه ما اتولدش، فالعظمه لسه في الاول بتبقى عباره عن غضروف يطلع فيها برايمري اوسيفيكيشن سنتر، وده شبه التاني اللي احنا قلناه من شويه بنفس الطريقه برضو، بس بيبقى طالع في وسط ايه؟ غضروف اهو، عشان كده بيسموه اندوكوندرال اوسيفيكيشن، تمام يا ريس. طيب بعد ما بتكبر الحتة دي يبتدي يتجمع من الجنبين، قلت لك شريط كده اللي هو بداية البيري أوستيا اللي هو بيسموه البون كولر، الكولر على الجنبين. طيب
وبعد كده الحته السنتر دي بتبتدي تكبر لفوق في الاتجاهين، ويبتدي يزيد لها البلاد سبلاي وتعمل سبونجي بون في الاول. بعد كده ليتر اون بيحصل لها ريموديلنج، وتبتدي تسيب حته فاضيه تجويف في النص عشان تكون لنا البون مارو كافيتي. وبعدين ليتر اون تبتدي كومباكت بون من الجنبين، وبعدين البون مارو كافيتي بيطول والعظمه بتكبر، وبتسيب يا دوبك حته قطعه ديسك صغير من الغضروف في الطرفين، العظمه من فوق ومن تحت. القطعتين بتوع الغضروف دول هم اللي بيعملوا لي السكندري اندوكوندرال اوسيفيكيشن سنتر. يبقى البرايمري اوسيفيكيشن سنتر او الاندوكوندرال او الانتراكارتيلاجينس اوسيفيكيشن، ما هم الاثنين بمعنى واحد، انا معلش ما تتلخبطش وعايزك تركز. اندوكوندرال يعني معناها انتراكارتيلاجينس، هي ما فيش فيها اي حاجه، هما الاثنين نفس المعنى. اندوكوندرال يعني جوه الغضروف، معناها انتراكارتيلاجينس، الاثنين نفس الاسم. دونت جيت ايه، ما تدخلش الكلام في بعضه. فده المنظر اللي هو النظام بتاع البرايمري. اما السكندري اوسيفيكيشن سنتر هو الحته دي بتاعت الابيفيسز اللي بتشتغل كسكندري اوسيفيكيشن سنتر، ودي بيبقى لها نظام تاني في الاوسيفيكيشن. تعال اوريهولك. الحته بقى بتاعت الابيفيسز دي بتكبر فيها الكارتليج، بيبتدي الكارتليج ده بيعمل لي ريستنج زون، حته فيها خلايا غضروف صغيره. الخلايا دي بتبتدي تعمل بروليفريشن، تنقسم بالميتوسس، تعمل كوندروسايتس كتير تكتر، تعمل عواميد كولومز نازله لتحت. لما بيكبر الكارتليج ده لتحت، الخلايا بيحصل لها هايبرتروفي. يعني ايه هايبرتروفي؟ بتتضخم، بتاكل وتشبع وتسمن وتطلع لها كرش، تكبر تبقى كبيره في الحجم. لما بتكبر كده وتبقى ضخمه، تبتدي تيجي تهاجمها مين؟ تهجم عليها الاوستيوبلاست، البلاستات اللي موجودة اللي هي بتاعت العظم بقى. الاوستيوبلاست، البلاست ديت اللي بترمي الاوستيويد ماتريكس، تبتدي تعمل ترابينج للكارتليج سيلز ديت اللي هي الهايبرتروفيد، تحوطها، تقوم السيلز دي تموت، يحصل لها ايبوبتوسيس او بروجرامد سيل ديث، وتبتدي تموت وتحتل مكانها اللي هي الايه، تاخد مكانها، تعمل لها ريبليسمنت بخلايا العظم، وتبتدي تكون بعد كده ايه زون من الاوسيفيكيشن بتاعت العظم بقى. وبتبتدي الاول تعمل لنا بتاع دوت سبونجي بون، ليتر اون يعمل ريموديلنج وتاخد شكل الكومباكت بون. ما انتش فاهم، معلش ركب الصوره اللي فاتت على شكل العظمه دي لو انت ما انتش فاهم. ايه على الصوره هنا، انا هشرح لك الكلام اللي في السلايد اللي فات. ايه اللي حصل؟ ادي يا سيدي الحته القرص بتاع الابيفيسز اهو. تخيل معايا، هات البوينتر يا عم عشان الناس اللي مش واخده بالها. ده العظمه الكبيره اهي، زي الهيومرس، زي الفيمر او زي غيرها اهي، ده عظمه اهي. قلنا الحته اللي فوق دي فيها حته غضروفه لسه ما قفلتش، وده الكلام ده في الناس اللي قبل اللي بعد او يعني سن 20 21 بالكثير، بيبقى فيها القرص ده لسه ما قفلش. بعد حوالي سن 20 او حاجه زي كده، في الحدود دي بيبتدي الجروث هرمون والسكس هرمونز او بتبتدي تاكسلريت الكلوجر بتاع الابيفيسز، وبيقف النمو في الحته دي اللي هي دي تعتبر السكندري اوسيفيكيشن سنتر. القطعه دي هي دي التكبير بتاعها، هو الرسمه الكبيره اللي احنا شايفينها قدامنا دي. يعني كل ده هو عباره تاخده، هي تكبير القطعه دي، كاني واخد الحته دي مكبرها تحت الميكروسكوب. ايه اللي هنا؟ هتشوف الاطراف اللي فوق دي فيها غضروف او خلايا غضروف سيلز بتبقى صغيره من الهايلاين كارتج.
جرادولي بتبتدي تعمل مايتوزيس، الواحده تيجي اثنين والاثنين تيجي ثلاثه اربعه اربعه ثمانيه وهكذا، يعملوا شرايط من الكارتليج تبتدي تديسند لتحت، وده بينتج عنه نمو العظمه بتطول وبتعمل امتداد من الغضروف، مش بتبتدي الخلايا دي تكبر في الحجم وتبتدي الخلايا اللي هي البلاست الاوستيوبلاست البلاستات بتاعت العظم اهي عشان ما تنسهاش، الاوستيوبلاست بتبتدي الاوستيوبلاست تبتدي ايه تعمل الماتريكس، تحط الماتريكس هنا بتاع العظم اللي هو مش مناسب للكارتليج، تقوم خلايا الكارتليج تموت وتاخد مكانها الخلايا العظم، تاخد بتيك اوفر في المكان وتبتدي تعمل عظم في الحته دي، وتبتدي تعمل لنا السبونجي بون ليتر اون يعمل ريموديلنج، وتبتدي تيلونجيت العظمه بتيلونجيت بالطول، وجرادوالي الكارتليج بياخد مكانه البون، ده بيفضل الى اجل مسمى لحد ما بيقف الجروث في الابيفيزيال بليت وبيختفي الكارتليج من المنطقه دي خالص، وبيتوقف نمو الانسان في الطول، العظمه ما بتطولش تاني، مش بنطول مش بناخد طبعا نمو الى ما لا نهايه، بتبقى فتره وتقف نمو العظم الى مستوى معين وخلاص. ده منظر تاني للشكل اللي احنا شفناه احسن شويه، شكل الكارتليج سيلز فوق صغيره بتبتدي تنلارج كل ما بتنزل لتحت، شايف الخلايا بقت كبيره هنا، وبعدين ده شكل الاوستيويد لما ابتدى يترسب وابتدينا نعمل هنا السبونجي بون، وظهر هنا ده اللي هو البون مارو كافيتيز اهي في الحتت اللي تحت. اوكي، دي الطريقه اللي هي بتاعه السكندري اوسيفيكيشن سنتر او الانترا كارتيلاجينس سكندري اوسيفيكيشن سنتر. طيب قول لي بقى الميكانيزم اوف كالسيفيكيشن بيحصل ازاي، مش مفهوم بالظبط، لكن في الاوستيوبلاست الخليه المحترمه ديت اللي بيقول لك بتطلع ماده بتبقى فيتامين كي ديبندنت بولي بيبتايد اسمه الاوستيوكالسين، هذا الاوستيوكالسين مع بعض الجلايكوبروتين بيساعد على الارتباط، بيمسك في الكالسيوم من الدم وبيساعد على زياده تركيزه في العظم، وبالتالي ده اللي بيخلي العظمة تبقى فيها كالسيوم كتير. طيب اهو فكرة. طيب تعال قول معايا الميكانيزم اوف كالسيفيكيشن بيحصل ازاي. قال لك الاوستيوبلاست بتريليس حاجة اسمها الالكالين فوسفاتيز، بيعمل ايه ده فايدته؟ قال لك بيريز اللوكال كونسنتريشن، بيرفع تركيز مين؟ الفوسفات ايونز، وده بيعمل لنا فورميشن للهيدروكسي ابيتايت كريستالز، وهذه الكريستالز بتميز قوي البون والتيف الاسنان، السنان والعظم بيبقى فيها هيدروكسي ابيتايت كريستالز، وكذلك الاسنان يمكن اكتر من العظم في تركيز الكالسيوم بتاعها كالسيوم سورس، طبيعي لان الفانكشن بتاعها بتتحمل بريشر وضغط اكتر. تمام. طيب البون ريموديلنج قلت لك ده بقى زي التمثال اللي بتعيد رسمه من اول وجديد، بيتم بعمليتين الريموديلنج، انت بتبني شكل بتكبر العظمه كده بتزودها، وفي حاجه تانية بتعمل ايروجن للعظمه بتاخد منها حتت عشان تديها شكل مميز، اللي بيزود اللي بيبني عظم اللي هي البلاست اللي هي الاوستيوبلاست، واللي بيبوش العظمة ويخليها تبقى ياكل يقص منها اللي هي الكلاست الاوستيو اي كلاست، فالاثنين مع بعض الريزوربشن مع السينثيسيس الاثنين او الاوستيوجينيسيس الاثنين يبتدوا يعملوا عملية ريموديلنج. لما تبص لعظمة مثلا زي الهيومرس بتاع الطفل والهيومرس بتاعت واحد أدلت أو لنفس الشخص بعد ما بيكبر، دي بتلاقي فيها عملية ريموديلنج كتيرة أو حصلت وعيد تشكيلها كذا مرة، العظمة بتوسع من جوة
وبتكبر من بره وبتاخد اشكال ممكن كيرفيتشرز وحاجات مش هي مجرد انلارجمنت بس، وده المقصود بعمليه الريموديلنج. طيب تعال بص معايا للرسمه دي اهو. هنا العظمه كبرت الاول، خدت الشكل ده مثلا كده اهو، وبعدين جت ابتدت تاخد عمليه ريموديلنج. الشكل الاصلي بتترسم العظمه، سبحان الله. يعني الحكايه مش مجرد ان انا بنحط عظم وخلاص، انا عايز شكل. الشكل ده مش بتاخده العظمه الا عن طريق عمليه الريموديلنج. الريموديلنج اللي بيشتغل فيه بقول لك اتنين فاكتور، حاجة بتبني عظم وحاجة بتقص من العظم، ده اللي هي عملية إذابة الماتريكس بتاعه عن طريق الأوستيوكلاست. الاثنين مع بعض ده يعمل لنا الريموديلينج. تاني برضو عملية مهمة في العظم اللي هي الأبوزيشنال جروث. أبوزيشنال جروث بتبقى عملية برضو بيشتغل فيها الخليتين اللي هم عكس بعض. خلية الأوستيوكلاست اللي جوه اللي هي بتاعت الاندوستيوم من هنا بتلاقيها موجودة جوه، بتاكل من العظمة أو عملت تخرم من جوه توسعها. والأوستيوبلاست في البيري أوستيوم من بره عمالة ترمي عظم وتعمل طبقات جديدة، فدي بتعمل طبقات من جوه من بره، ودي بتاكل من جوه بتوسع. العملية دي بيسموها الابوزيشنال جروث، تمام؟ وده بينتج عنه increase in the diameter of bones. طيب تعال نشوف بقى مين اللي بيتحكم في لعبة البون وحياة البون والنظام بتاعها والhealth بتاعها أو الhistology maintenance of bones. مين اللي بيتحكم فيها؟ عندي فيه هرمونات طبعا مهمة زي البارافيرويد هرمونز، البارافيرويد هرمون ما تنساهوش، وعندي الكالسيتونين بيطلع من الكالسيوم من عفوا من الثايرويد. نرجع للبليت اللي فات عفوا. ايوه عندي الكالسيتونين بيشتغل عكس البارافيرويد. البارافيرويد بياخد الكالسيوم من البون يوديه البلد، اما الكالسيتونين بيعمل العكس، ياخد الكالسيوم من البلد يوديه للبون. فالديفيشنسي كذلك بتاع لو واحد ما بياخدش كالسيوم كفايه في الاكل، فده ممكن يسبب له مشاكل ويقلل كثافه العظام، وممكن يعمل له مشاكل في المشي او في الحركه او فراكشرز، يسبب مشاكل في العظم، يعمل هشاشه، يعمل مشاكل. نقص فيتامين د وده مهم جدا، والا اذا كان طفل يجي له ريكتس او اذا كان كبير برضه يعمل له حاجه اسمها اوستيوميليشيا. طيب الديفيشنسي اوف كالسيوم اوف فيتامين سي يعمل لنا سكيرفي او الاسكربوت بالعربي. عندي الراديشن تعرض للاشعاع او للاذر توكسيك ماتيريالز اللي ممكن تبوظ اي تيشو تاني، العظم برضو ممكن يتأثر ويحصل فيه أمراض كتير. عندي فيتامين دي الأكتف فورم بتاعه اسمه الكالسي ترايول. الكالسي ترايول هو الأكتف أو فيسيولوجيكالي أكتف فورم أو فيتامين دي، وده بيميديات البيولوجيكال أكتيفيتي الإفكت عن طريق البايندينج تو. بيمسك فين؟ بيمسك في الريسبتور بتاعه اللي هو مين؟ بيسموه فيتامين دي ريسبتور، يختصروها الى كلمه في دي ار. في دي ار اللي هو فيتامين دي ريسبتور، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن حته من الدي ان ايه، جزء من الدي ان ايه بيشبط فيه في التارجت سيلز. الحته اللي بتستجيب لفيتامين دي بيبقى ليها ريسبتور مخصوص على الدي ان ايه بتاعها، بيسموه الفي دي ار. لما بيمسك فيه الكالسيترايون يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي الفي دي ار ده بيأكت از ترانسكريبشن فاكتور. يعني ايه؟ يعني بيشجع او بيخلي الجين يتعمل له اكسبريشن. مين الجين ده؟ الجين اللي بيساعد على نقل الكالسيوم، على الابزوربشن بتاع الكالسيوم،
ومن هنا ده هو دور الفيتامين دي، بيساعدنا على زيادة امتصاص الكالسيوم في الانتستين وبالتالي زيادة تركيزه في الدم، وبالتالي يلعب في تكوين العظم بصورة مهمة. الهرمونال ميكانيزم ما انساهاش طبعا ان في اتنين هرمونز اتنين بيعكسوا بعض. الهرمون الكالسيتونين لما ايه بيبص معايا على ناحية الكالسيتونين لما بيبتدي يحصل ايه، لما الرايزنج بلاد كالسيوم، الكالسيوم عالي في الدم، فده ينبه مين؟ يروح منبه لي الثايرويد جلاند. مين في الثايرويد؟ في السي سيلز بتاعت الثايرويد او بيسموها السي سيلز او البارافوليكولار سيلز، دي بتبتدي تتنبه وتطلع لنا الكالسيتونين. الكالسيتونين بيروح على العظم يقوم يمنع ويوقف مفعول الاوستيوكلاست، يقول لها تبطل تاكل في الماتريكس، يقوم الكالسيوم يزيد تركيزه في العظم ويقل في البلط، ويبتدي هنا يبقى ده فايدة الكالسيتونين. عمل ايه؟ خطف سحب الكالسيوم من البلط وده في البول. عشان كده بيدوا الكالسيتونين للناس اللي عندهم هشاشة عظام او نقص للكالسيوم سولت في عندهم. الرسمة فيها فيدباك، ده بيسموه الفيدباك ميكانيزم، والكفة هنا بتلعب ما بين الكالسيوم عالي والكالسيوم وطي، لما بيعلى يقوم ينبه الثايرويد، اما لو وطي الكالسيوم يعمل لنا ايه؟ تعال نشوف في الدياجرام اللي بعده، هو نفس الدياجرام بس مكتوب هنا، لما بيقل الكالسيوم في البلط، الكالسيوم هنا نقص، يقوم ينبه لي البارا ثايرويد جلاند، تقوم تطلع البارا ثايرويد هرمون، ينبه الاوستيوكلاست عشان تدوب الماتريكس وتطلع لنا كالسيوم يقر شوية على البلط، يقوم يرفع البلط كالسيوم ويبتدي يزود البلط كالسيوم يعدله. لو عالي قوي يقابله الثايرويد جلاند اللي هو الكالسيتونين يبتدي يوقفه تاني. المهم الاتنين يظبطوا يعملوا لنا بالانس للمحتوى بتاع الكالسيوم ليفل في البلط والمحتوى بتاع الكالسيوم في البون، ويبتبقى فيه مينتيننس وبالانس ما بين بحيث تحافظ على وظائف الانسان. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.